استغناش عنك يا حسام، انت من رجالتي اللي اتربوا على ايدي وانا ما اسيبش رجالتي ابدا. ده شرف كبير ليا يا معالي الباشا. اقعد اقعد يا حسام، عايز اتكلم في موضوع بره الشغل. موضوع انت عارفه كويس بس لسه ما حسمناهوش. امر معالي الباشا. انا لما قلت لك ناجل الخطوبه شويه ما كانش قصدي اهينك، انا بثق فيك يا حسام وبثق في اخلاقك، لكن زي ما انت فاهم الضابط شخصية عامة، يعني المفروض ما تبقاش عليه أي ملاحظات، لا هو ولا أسرته ولا أهله. وأبوك أنا ما عنديش أي اعتراض عليه، وأخوك أنا عارف كويس حماس الشباب في السن ده وأفكارهم، أنا كان هدفي إنك تقعد معاهم وتحل المشاكل دي. كله تمام يا معالي الباشا، والدي حل مشكلته مع الضرايب. أما بخصوص موضوع الست اللي هو اتجوزها فهو اكتشف إنها ما تليقش بيه وطلقها. كويس، واخوك اخباره ايه؟ ابراهيم ركز في الامتحانات ده، حتى بيقولوا يجاوب كويس، ان شاء الله مستقبله يبقى احسن. عال عال، انا كنت واثق ان ده هيحصل، انتم يا ابني عيله كبيره ولها تاريخ. ربنا يخليك يا معالي الباشا. رد رد على التليفون. لا مش وقت يا معالي الباشا بقى، انا مع سيادتك يعني. رد شوف مين، احنا لسه ما خلصناش كلام. حاضر. الو. الحقني يا حسام، الحقني يا ابراهيم، اخوك عايز يقتلني بيهددني يا حسام. انا خايف اطلع من المحل يكون مستنيني بره ولا معاه سكينه ولا نيله ولا حاجه. ابراهيم اتجنن بجد، فقبضوا عليه، جيبوه دلوقتي يا حسام. طيب حاضر، انا هشوف الموضوع ده. بقول لك خلاص انا هتصرف. في حاجه يا حسام؟ لا مع الباشا مفيش حاجه. لا في حاجه، وشك متغير. مين اللي بيكلمك؟ ده بابا. طب ادهولي ادهولي اكلمه. يا بابا، سيادة اللواء عايز يكلمك. سيادة اللواء. هلا حمادة بيه، ازيك وازاي اخبارك وازاي نونا هانم؟ بتقول ايه؟ ايه؟ خير؟ ابراهيم؟ ماله؟ طب ايه ده بس، ايه ده عشان افهم انت بتقول ايه؟ يقتلك؟ ليه؟ هو كان جاي عايز فلوس مني، معرفش عشان يسافر ولا ايه؟ المهم انا ما كلمتوش، انا لقيته بعد كده هو بيكلمني وبيقول لي هقتلك. تصور يا ست اللواء، لا الداخلية لازم تحميني. أرجوك يا ست اللواء، الواد ده مش أول مرة، أنت عارف إن هو بالليل مرة راح يتهجم على الفيلا؟ أيوه يا فندم. أرجوك يا ست اللواء، حسام ممكن ما يعملش أي حاجة، ممكن ياخدها على قد عقله ويطنش. أنا قلت لك أهو، يعني لو جرالي حاجة دم في رقبتك. لا ما تخافش يا حمادة بيه، إحنا هنعمل اللازم. مع السلامة. أنا آسف يا معالي الباشا. الموضوع ده يتحل فورا وبأقصى سرعة. يتحل يا معالي الباشا. تيجي فين بس يا ماما؟ بقول لك الواد المجنون ده عايز يقتلني. أنا كلمت حسام، ومش بس حسام، كلمت اللواء إيهاب كمان. أنا مش هخرج من الحل ولا هفتح الباب ده غير لما يمسكوه.